اتنين منفصلين مطلقين عايشين مع بعض في نفس البيت، يقول لك عشان خاطر الولاد وكل واحد فينا في اوضه واحنا ما عندناش بيتين، فاحنا نعيش مع بعض بقى في نفس البيت بس احنا مطلقين. متطلقين يعني متطلقين مطلقين رسمي مطلقين رسمي. وعايشين مع بعض في بيت واحد؟ طب ده شيء خطر ده. ما شوف هقول لك على حاجه، انا مش هقول لك كحكم عام، لكن كل حاله وليها خصوصيتها. هم اتنين متطلقين ومعاهم ولاد كبار في البيت ومفيش حد فيهم له يعني مكان يقدر يستقل فيه، ومفيش خلوه بتتحقق ما بينهم وعايشين بالاحترام، ده عامل زي كان كل واحد عايش في بنسيون يعني. احنا ما بنقولش للناس ان ما تعيش في فندق او في بنسيون حرام عليك، لكن لما يكونوا متطلقين وعايشين مع بعض مفيش بقى الحاجات دي، ولا يعني مفيش ضوابط ومفيش حدود ومفيش كده، لا بيبقى الامر هنا يختلف. فانا مش هقدر اقول لك حكم عام هو ده على حسب زي مقبول ما حضرتك قلت. او مرفوض. تعالي يا حاله يا اللي انت كده وقولي لي احنا الوضع بتاعنا كيت كيت كيت، اقول لك حرام او جائز او تمام. ما ينبغيش او طب مكروه ولو على ما حسب. وصلش للطلاق يا مولانا وفي مرحله انفصال، يعني احنا بلاش نتطلق واولادنا وسمعه وبتاع، خلينا ايه كده متجوزين بس احنا في الحقيقه كل واحد فينا في اوضه هو في وكل واحد الحقيقه فينا ده في حياه شرعا، وكل واحد ده فينا. شرعا ما فيهوش حاجه، لان هو ده حقوقهم. انا ما بقولش للمتضرر يجب عليك انك تطلق او تتطلق. ممكن واحد يبقى متضرر ويختار الصبر، وممكن واحد يبقى متضرر زي ما انا قلت لك قبل كده، الدنيا مش ثنائيات، في الوان كتير، في واحده بتبقى متضرره من عيشتها بس البديل امر، البديل مثلا الشارع، او فلا البديل تقولك اصبر. ترجع لاهل يعملوها أسوأ مما كانت، لا حول فتقول ولا قوة اصبر الا بالله. واديني بربي ولادي ومش عارف، ده خيارها. طب احنا وصلنا لكده ان احنا هنعيش كل واحد بقى مهتم بشأنه ومهتم بنفسه، بس احنا في الظاهر اسره، ده خيارك، مش وتتحمل ضريبته وتتحمل نتائجه. ولما تاخد القرار ده خلي عقلك هو اللي ياخده مش عاطفتك. العقل يفكر ويوازن بين المصالح والمفاسد ويعمل الارجح، اللي المفاسد فيه اقل والمصالح فيه اكتر.